السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول إزاي أكون مهندس شاطر ومتفوق ومطلوب في سوق العمل؟ خلينا نتكلم في سوق العمل ديت، إن 80% من الناس اللي بيشتغلوا بيكون من خلال العلاقات الشخصية، وده إحصائية من موقع لينكد إن اللي هو موقع المتخصص في موضوع الوظائف. فبيقول إن 20% مسؤول عن كل المواقع التانية وكل الإيميلات، إنما الأفضل العلاقات الشخصية. تمام، فاحنا عايزين نتكلم في موضوع العلاقات الشخصية ديت ممكن سريعا النهاردة، ونفرد لها كذا فيديو على قناة بمقربي بإذن الله. طيب خلينا نمسك قول الإمام علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسن. قيمتك في الشغل الحاجة اللي أنت بتحسنها، يعني ممكن تكون أنت مثلا بتحسن حاجة في التصميم في التنفيذ، فتبقى معروف بالحاجة ديت، فكل اللي اشتغلوا معاك بعد فترة بيسيبوا الشغل أو بيروحوا مكان تاني، أو حد بيقول لهم إحنا عايزين كذا فيقول لهم أه خلي بالك فلان ده كويس جدا في الموضوع دوت، ده نرشحه لك. هي دي فكرة العلاقات الشخصية، لا فيها مثلا واسطة ولا سبوبة ولا بتاع، وسطك شغلك. تمام، طيب قيمة كل امرئ ما يحسن معناها ايه؟ يعني قيمتك الحاجة اللي بتتقنها وبتحسنها، مش شفت فيديو مثلا بشرح الريفت يبقى انا كده بقيت اعرف ريفت، لا لازم تكون بتحسن الموضوع ده. بتحسنه يعني ايه؟ يعني اشتغلت اكتر من مرة واتقنته وبقيت تعرف تشتغل بيه. دي مهمة جدا، ما تفرحش كتر الكورسات وكتر الفيديوهات اللي انت شفتها، افرح ان انا اتقنت الموضوع دوت. يعني ممكن تسمع الفيديوهات من قناه بمقربيه وتروح تسمعها مثلا من حد تاني، تروح تحضر كورس، كل الكلام ده انت بتتفرج على الفيديوهات. الخطوه التانيه بقى ان انت تشتغل بيها، الخطوه اللي بعد كده ان انت تتقنها. تمام، واللي هيساعدك على الاتقان ان انت ما تكتمش المعلومه، شارك المعلومه. اي حد يسالك تخيل نفسك في وضعه وهتلف قد ايه على ما تعرف المعلومه دي، وانت كنت لسه بتبتدي وممكن تكون داخل على موضوع تاني جديد فهتتعب اكتر. فسهل عشان ربنا يسهل عليك، لا قول له والله تعالى ده انا اشرحها لك، اشرحها له مره واثنين وثلاثه لحد ما يفهمها، ده هيرزقك بعد كده وحد تاني يشرح لك المعلومه او سهل لك المعلومه وتلاقي نفسك فاهم المعلومه. طيب من الحاجات المهمه جدا في الشغل بتاعنا ان انت تبقى فاهم موضوع الكوردينيشن، يعني خلي هدفك ان انت تبقى كوردينيتور. طب ايه الكوردينيتور؟ هل لازم اكون عارف معماري وانشائي وكهروميكانيكال؟ لا، انا ببقى فاهم التخصص بتاعي وفاهم الباقي الاقسام فيها عايزه ايه مني، يعني ببقى فاهم مثلا بعيد، ببقى فاهم اللوحه المعماريه مطلوب فيها ايه، مش لازم اعرف ان انا اعملها، فاهم اللوحه الانشائيه مش مطلوب مني ان انا اعمل انشائي او اخش اعيد الكليه واتعلم 5 سنين تاني، لا مطلوب مني ان انا ابقى فاهم اللوحه واقول له ده دي متطلبات كذا متطلبات كذا. وده بيجي من الشغل وكثره المشاريع وكثره حضور الاجتماعات وكثر ما بتتناقش مع الناس، فتبقى فاهم اه المعماري بيبقى متطلب كذا والانشائي بيبقى متطلب كذا والكهروميكانيكال بيبقى متطلب كذا واللوح كذا كذا كذا. ولو في غلطة عند الآخر ممكن يكون مش غلطة، تكون أنت بس ما عرفتش الموضوع ده في الكود، فبكل ذوق بتقول له النقطة دي أنا مش فاهمها اتعملت إزاي، ليه؟ أنا اللي نعرفه كذا، هل في حاجة تانية في الكود؟ فيقول لك لا ده في كذا كذا، إحنا عملنا كذا وهكذا. تمام، فيبدأ يشرح لك الحاجة دي، دي هتزود الخبرة بتاعتك. لو حاجة متعلقة بالكود بتاعك، يعني مثلا أنت مهندس إنشائي وفيها متطلبات في الكود مش متحققة في التصميم المعماري، فبتبعت له بتقول له انا عارف كذا كذا كذا، انا في الكود بيقول كذا كذا، فيا ريت تحط لي الموضوع ده في الكود. وتذكر في كلمه كده بيقول لك ايه: من تكلم في غير فنه اتى بالعجيب. ده اول واحد كان قال لك ابن حجر العسقلاني لما كان بيشرح صحيح البخاري. فما تقعدش تفتي في حاجه مش تخصصك، لا ركز انت على تخصصك وافهم الحاجات المشتركه بين الاقسام. يعني مثلا لو في اي صرف صحي يبقى في شفط مثلا معين، لو في مثلا طرقه مسافه معينه بنضطر ان احنا نحط مثلا سلم كل مسافه معينه وهكذا. كل الحاجات دي تبقى عارف الحاجات المشتركه بين الاقسام على اساس لما تحضر الاجتماعات تبقى فاهم ايه النقط اللي احنا هنناقشها، وده متطلب مني ايه وده متطلب مني ايه. ومفيش حد بيبقى عارف كل حاجه في الدنيا كلها، ده اصبح غير موجود نظرا لتعقد العلوم والحاجات دي كلها. المهم ان انت تركز ان انت تتعلم صح وتتقن شغلك وتستنى الجزاء من ربنا، ما تكتمش معلومة وأي حد يسألك عليها لازم تفيده بيها إن شاء الله.